استاذه ريهام اتفضلي معلوماتي. الخبر الثاني اللي عندنا هو ازمه في المنتخب الاولمبي بسبب لعيبه الاهلي. المنتخب الاولمبي عنده او الجهاز الفني دلوقتي عنده ازمه بيتشاور فيها ما بينهم وما بين بعض بسبب لعيبه الاهلي، لو الاهلي قدر ان هو يوصل فاينل نهائي دوري الابطال. تمام. المشكله اللي عندنا بقى دلوقتي ان التجمع بتاع المنتخب الاولمبي هيكون بدري شويه عن 17، واللي محتمل يتاجل ل 27 النهائي. الاتحاد الافريقي خاطب الاتحاد المصري بصفه غير رسميه ان النهائي ممكن يتاجل 10 ايام من 17 ل 27. ففي الوقت ده هيكون في ازمه كبيره جدا، لان الماتشات بتاعت دور المجموعات بتاعت المنتخب الاولمبي هيكون من 23 ل 28 ف 6 ل 26. تمام. اوكي. فالمهم اقول للمشاهد بس شهر 6 وفي شهر 6 لا مش 6 7 يوليو 7 ماتشات المنتخب 7 7 7 اوكي 7 فهتبقى المشكله في الست لعيبه او الخمسه اللي المفروض رايحين المنتخب الاولمبي. ففي ازمه دلوقتي، هل يستبعدوا اللعيبه بتاعه الاهلي؟ ايه اللي هيتم؟ لان في طبعا تجمع ولعيبه الاهلي هتغيب عنه لو كان النهائي في 17، في بابل، في سفر. ففي مشكله كبيره بسبب لعيبه الاهلي والمنتخب الاولمبي في الوقت الحالي، بس مش باينه لسه يعني. لا لسه مش باين الحلول بتاعتها يعني. لسه، بس يعني انا بقول لك ان في تفكير في استبعاد لعيبه الاهلي. استبعادهم من فين؟ من المنتخب الاولمبي. ما يروحوش يلعبوا في الاولمبياد؟ عشان الاولمبياد والله في تفكير بكده، لانها فعلا ازمه. يعني انت عندك دلوقتي فاينل 17 وفي معسكر من قبليها. تمام. انت هتنضم للمعسكر قبلها 3 4 ايام، يعني مش هيتدربوا مع الايه مع بقيه اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي. ولو اتاجل الفاينل زي ما الكاف عايز ل 27، تمام. طب ما هو هيكون اساسا اتلعب ماتشين اساسا من دور المجموعات للمنتخب. صحيح. فهي ازمه كبيره. دي مشكله كبيره دي.